هو معظم وقتنا بنقضيه فين؟ حد سأل نفسه السؤال ده؟ هتلاقي ناس هتقول مثلا بقضيه في البيت، في ناس بتروح مستشفى، في ناس بتروح الشغل بتاعها، في ناس بتروح كليات، في ناس بتقعد في كافيه معين بتحبه، كل واحد بيقضي وقته في مكان. فلو جينا بصينا ايه الحاجه الرابطه ما بين كل الحاجات اللي احنا بنقضي فيها الاماكن دي، ان هي كلها بيلدينجز، كلها مباني، بننتقل من مبنى لمبنى تاني لمبنى تالت، وجوه المبنى من اوضه او حيز لحيز تاني لحيز تالت. بس محدش فكر ان هو ممكن يكون الحيز ده بيأثر على سلوكه. يعني ممكن انا اكون مبسوط او متضايق او متنرفز او اتخانق مع حد من صحابي بسبب الحيز ده او السبيس اللي انا فيه. مين فينا ما اتضايقش وهو قاعد بيذاكر ولقى ان الشمس مش داخله كويس فاضطر يفتح النور واحنا الصبح؟ طب مين فينا ما اتضايقش من محمد واحمد ولاد الجيران وهما بيجروا بيدبدبوا وانا مش عارف انام؟ وفي ناس كتير مثلا ممكن تبقى اتضايقت من منى وهي بتنادي على سماح عشان يجمل بعض مش عارف ايه. فكل واحد جواه قصه في كل مكان بيروحه. انا واحد من الناس كنت بتضايق من معظم الحاجات دي. ساعات كتير ممكن تطلع على البلكونه تلاقي قدامك عماره يا دوبك بنفس الارتفاع، الشارع ضيق، تلاقي حد فتح الشباك فتتكسف فتقفل الشباك وتقعد جوه وتفضل طول اليوم مفيش شمس. فبعديها قلت لا، يعني اكيد في مشكله، يعني اكيد الموضوع مش بديهي كده، اكيد في حاجه غلط. فقلت اخش كليه العماره واشوف بقى هم بيعملوا ايه جوه في الحاجات دي وكده. دخلت الكليه، فكان اول ريسيرش جالنا هو ان احنا ننزل نشوف المباني، نشوف ايه المشاكل اللي فيها وايه العيوب وايه ممكن نصلحه وايه الحاجات الكويسه. فنزلنا لقينا مباني غريبه جدا، لقينا مباني مايله ومباني رفيعه جدا ومباني واسعه قوي، ولقينا حاجات مختلفه تماما. طب سؤال، يعني المبنى اللي ضيق قوي ده الراجل اللي قاعد جوه في الاوضه اللي جوه ده عايش ازاي؟ يعني بينام ويصحى عادي؟ حصلش حاجه؟ طب المبنى المايل ده عايشين فيه ازاي؟ انا رحت سالت واحد في البحث بقول له يعني هو انت عايش ازاي في المبنى المايل ده كده؟ قال لي والله يا باشا انا بخاف اسيب كوبايه الشاي تقع على حد من عيالي. فالموضوع كان غريب جدا، انت اللي همك كوبايه الشاي، ده العماره كلها تقع على عيالك، بقى عيالك، يعني الموضوع اكبر من كده بكتير. هو شايف ان ده اللي دلوقتي الحل ان هو ما يعملش كده عشان ما يجيش ما فيش حد يتضرر. هو ما يعرفش ان اصلا عياله ممكن يكون سلوكهم بيتغير على حسب المكان اللي هم فيه، ممكن هم بيسوقوا عشان هم مش مرتاحين، المكان مش مهيئ ليهم. بعديها رجعنا وقلنا نعمل بقى نشوف يعني المباني دي والحاجات دي ايه الاناليسز يعني اللي طلعنا بيها. احنا اكتشفنا ان في من 55 ل 80% من المباني خرسانيه، يعني الخرسانه بتطلع من 55 ل 80% كربون دايكسيد، ثاني اكسيد الكربون. يعني احنا كلنا في المباني كميه الخرسانه دي بنطلع كربون دايكسيد والمباني بتطلع معانا. طب مين بقى بياخد ده؟ مفيش اصلا، يعني اماكن كتير جدا مش هتلاقوا لها فيها جرين اريا ولا هتلاقوا فيها شجر ولا هتلاقوا فيها حاجه تمتص كل ده. طب ده في الاخر كله بيروح فين؟ بيروح فينا وفي اخواتنا وفي عيالنا. صحتنا بتقل، بنلاقي نفسنا بنتعب بسرعه، بنكسل كتير، بننام كتير، ما بنحبش نذاكر، نذاكر شويه ونزهق نقوم ونقعد تاني، دايما عندنا خمول. كميه اللايتنج او الاضاءه اللي بتخش لنا قليله او كتير قوي لدرجه ان انت تبقى حران وعرقان مش قادر تقعد في المكان. الحاجات دي كلها مفروض ان هي بتاثر على سلوكياتنا. بعدها قلت خلاص بقى، انا نزلنا بقى وخلاص وجبنا الاناليسز وعرفنا المشاكل. فجاء الدكتور قال لنا بصوا، احنا اللي احنا بناخده ده في الكليه حاجه واللي في السوق حاجه تانية خالص. فانا يعني طب يعني ايه اللي في السوق حاجه تانية خالص؟ قال لي يعني لازم تنزلوا تتدربوا وتشوفوا ايه اللي بيحصل. طبعا الموضوع كان غريب جدا، ازاي يعني مش فاهم، يعني انا ما هتدرب يعني هيبقى هيختلف عن اللي باخده في الكليه؟ قلت اشوف، انزل واشوف. فالمهم نزلت فقابلت اول عامل في شقه كده فبساله هو ارتفاع الدور هنا كام؟ قال لي هو قال لك كام؟ قلت له يعني ايه هو قال لي كام؟ المفروض انت اللي تقول لي مش انا اللي اقول لك. قال لي يا باشا كله بالحب كده.
قلت له يعني مش فاهم يعني انت مثلا الشباك ده محطوط على اساس ايه؟ انا لقيتك فتحت كده شباك وخلاص يعني مش ممكن ده يأذي الناس اللي جوه. انا اللي اعرفه ان لو دخلت عملت ازاز كتير الحراره لما هتخش المكان مش هتطلع تاني، لان الازاز لما بيعدي الحراره او الراديشنز بتاعت الشمس ما بتطلعلهاش تاني، انت كده ممكن تأذي الناس اللي جوه. قال لي يا باشا كله بالحب، انت شكلك كده لسه صغير ولسه في الكليه ومالكش في السوق، بكره هتكبر وهتتخرج وهتعمل زي ما احنا بنعمل بالظبط، ما تختلفش كتير. بعديها بفتره اكتشفت لما قريت بقى ان في امريكا بيشتغلوا بالانش، دي اليونت بتاعتهم الانش والفيت، واوروبا بيشتغلوا بالمتر والسنتيمتر، وفي مصر بيشتغلوا بالحب، دي اليونت بتاعتنا. يعني بعد كده لما عاوز اعمل مبنى اقول له انا عايز لو سمحت 5 بالحب و3 بالحب، يعني دي اليونت بتاعتي خلاص عشان اعرف اتعامل مع اللي موجود يعني. بس طبعا الموضوع ما كملش قوي كده، فقلنا جاء واحد صاحبي متخرج فجاء قال لي بص احنا هنروح نعمل عمارة، جالي كلاينت من برا مصر وعايز يعمل عمارة هنا، فاحنا نروح نعملها وايه هنطلع بقى فيها كل اللي انت اتعلمته، والراجل ده هيبقى متفاهم جدا. قلت له ماشي. عملنا بقى مدخل كده حلو قدامه لاندسكيب وجرين اريا والشمس مش عارف خبطه فين وطالعه منين وداخله الشمس للاوض كلها، وظبطناها خالص. ورحنا للراجل، الراجل انبسط جدا وسقف لنا، لا ممتاز جدا، بس قول لي كده الحته الخضراء اللي تحت اللي خدتها من الارض دي كام في كام؟ فقلت له هي تقريبا يعني هي 10 متر يعني تقريبا 15 متر. قال لي يعني مثلا لو 10 متر في ال 10 ادوار يبقوا كام متر؟ قلت له 100 متر. قال لي ماشي المتر هنا ب 10,000 جنيه. يعني 10,000 جنيه في 100 متر يعني انت خسرتني 1,000,000 جنيه، هتدفعهم لي من جيبك؟ قلت له يا باشا اعملهم لك دلوقتي 5 اوض. عادي ال 10 متر يبقوا 5 اوض دلوقتي، شقه كامله. بس طبعا احنا ما كملناش لان هو طبعا احنا ما استوعبناش ده ولا هو استوعب ده، كنا لسه برضو صغيرين. بعدها قلت طيب ما اشوف طيب الناس بره بتفكر ازاي وكده، فقلت ايه طيب لقيت ورك شوب في اسبانيا بتتكلم عن الكمبيوتيشنال ديزاين. طبعا كان عندي خلفيه من الكليه كويسه، فانا قلت هشوف بقى الناس دي بتتعامل ازاي والكمبيوتر هناك ازاي بيأثر على الديزاين، وازاي الديزاين ده ممكن اعمل ديزاينز كتير بالكمبيوتر، وازاي ان انا اسيميليت او اعمل محاكاه للحقيقه من خلال الكمبيوتر والحاجات دي. فسافرت طبعا كل يعني اي حد سافر بره اكيد اندهش البلد جميله ونظيفه وكل حاجه، بس مش ده اللي دهشني خالص. اللي دهشني انا ادهشت نفسي لما لقيت نفسي بنام 6 ساعات مع اني هلكان طول اليوم. فانا كنت مستغرب، انا في مصر بنام 12 ل 16 على حسب بقى لو ورايا حاجه او ما وريش حاجه. طب انا ليه بنام 6؟ يعني انا اي وقت انام فيه انام 6 ساعات بس، يعني ما نامش اكتر او اقل. فانا مستغرب جدا يعني يوم ما اكون بقى تعبان 6 7 يعني. استغربت جدا، فقلت مع ان الاوضه صغيره انا اوضتي كبيره، الموضوع مختلف جدا. بعدين نزلت الكليه فرحت هناك لقيت احنا تقريبا 30 40 طالب والدكتور واقف، كلنا مرتاحين قاعدين مرتاحين، انا مش حران ولا سقعان، الكرسي مظبوط، المكان مظبوط، بنعمل النشاط اللي احنا جايين نعمله بكل راحه. ساعتها جات لي ذاكره كده وافتكرت صوره زي ما بنفتكر كده الكليه، يعني بغض النظر مش كليه يعني اي كليه هتلاقوا دايما المدرجات زحمه، ناس فوق بعض، ويعني يعني مشكله بتلاقي يعني عرقانين بقى والدكتور تعبان، اصلا الدكتور حران اكتر منكم كمان، والموضوع بيبقى يعني صعب قوي. فيعني الناس فعلا اللي بتطلع من مصر في الجو ده يعني في السلوك اللي احنا بنشوفه من خلال الحيزات ده، دي حاجه ممتازه ان انت تعرف تعمل حاجه في وسط الحيزات اللي احنا بنخشها هنا في مصر. بعدها قررت ان انا اعمل حاجه، اصل مش معقول هفضل انا كمعماري شايف مشاكل معماريه وانا ساكت، يا اما ابقى زي السوق او ايا كان، مش كل السوق وحش بس ابقى زي نسبه معينه من السوق، يا اما ابقى خلاص في الكارير الاكاديمي واعمل ماجستيري والحاجات دي. ففكرت في الموضوع اكتر، قلت طب ليه ما استخدمش الحاجه اللي انا اتعلمتها بقى، المفروض ان انا رحت وتعلمت حاجه جديده وبتاع ومش عارف ايه. ففكرت لقيت ان في برامج كتير على الكمبيوتر ممكن هي تعمل زي محاكاه. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تعمل مبنى وهي تعمل محاكاه للمبنى، تقول المبنى ده هيخش له اضاءه كويسه ولا لا، الحراره فيها تبقى كويسه ولا لا، هتعمل محاكاه لحاجات كتير جوه المبنى. طيب اول حاجه جات لي في دماغي، طب انا بحس ان انا مبسوط عشان الاضاءه عاليه او بحس ان انا حران وعرقان، كلها احساسات، ازاي دي كواليتي اوف لايف، ازاي الكواليتي اوف لايف دي تتحول لكوانتيتي،
تتحول لمبنى. ازاي ان انا ممكن من حاجات انا بحسها اللون، اللون ده حلو اللون ده وحش، الاضاءه داخلالي كويس عارف اذاكر، الاضاءه مش داخلالي كويس، كل الحاجات دي بالنسبه لي كانت كواليتي، كواليتي اوف لايف. ازاي ان انا احولها لكوانتيتي بقى؟ فكانت هي دي هنا مربط الفرس. بدانا نفكر ان ببرامج السيميليشنز دي ان هي عندنا انبوتس اصلا موجوده في كتب الداتا، زي مثلا لو انا في مول فالمفروض ان انا ليا بابليك سبيس، اي بني ادم في مكان عام ليه بابليك سبيس تقريبا 1.7 ل 2.5 حاجه كده. وبعد كده لو انا في اوفيس او ليا زمايل او في جامعه ففي حاجه اسمها سوشيال سبيس، سبيس اصغر يجمع ما بيني وما بين زمايلي، او لو انا في مكان مع اهلي او كده ممكن ايه بيرسونال سبيس. طب ايه الفرق ما بين كل الثلاثه دول؟ اكيد وانا لو في واحد في المول ومش صاحبي قوي لقيته واقف في البيرسونال سبيس هتضايق، هحس ان في حاجه غلط، هبدا من هنا احس ان انا مش مرتاح، هبدا اعمل سلوك ممكن يضايق اللي كان واقف جنبي ده. فالفكره كلها ان احنا لازم كمعماريين ان احنا نراعي فكره ان لا لكل واحد ليه سبيس بتاعه على حسب الفانكشن او على حسب المكان اللي هو فيه. حاجات تانية زي الفيزيكال موفمنت، في فلو، يعني هل بقى انا هعمل مقاس باب او هعمل مكان ممر ومفروض ان انا هعدي المكان ده 1000 واحد ولا هعمله لما يعدي منه 100؟ ده هيبقى ليه مساحه ومسافات وده ليه مساحه ومسافات تانية خالص. فبدأ من هنا، طب ازاي، طب ما اعمل العلاقه دي بس بجد بقى، يعني ايه؟ يعني اقول للكمبيوتر لو انا مثلا الممر ده هيعدي منه 20 فالممر يبقى 2 متر، لو هيعدي منه 1000 هيبقى مثلا 4 متر مثلا. فهنا من خلال النقطه دي ان انا اقدر احط انبوت بتاعي اللي هو ان عندي عدد الناس وعندي ان هو ممر، يقدر ان الكمبيوتر يحسب لوحده او يعمل بروسيس ان يقول اه لو عدد الناس زاد الممر هيزيد، لو عدد الناس قل الممر هيقل. نفس الحكايه في الاضاءه، لو المكان ده مثلا الاضاءه مثلا للبيت او لكليه، فلو كليه انا عايز مثلا موجود مثلا في اليونت في 750 لوكس، لوكس دي اليونت بتاعت الاضاءه، وحده الاضاءه جيج الحب. اليونت دي ممكن ان مثلا لو انا بقرا او بكتب فانا محتاج 750 لوكس، لكن لو انا مثلا قاعد في البيت عادي ما بعملش حاجه ممكن 300 لوكس، لو ممر مثلا 50 لوكس، كل ده موجود في كتاب الداتا. طب ازاي ده انا اعرفه على الحيز؟ من خلال السيميليشنز اللي هو المحاكاه زي ما قلنا. انا هجيب سبيس واقول ان السبيس ده عايز الناس فيه تقرا، وعايز الفتحات اللي فيه تبقى مناسبه ان الناس اللي جوه دي تقرا عشان الناس اللي جوه تبقى مرتاحه. فالكمبيوتر بيبدا يحسب قد ايه فتحات ممكن تبقى في الوجه، يبدا من خلالها يعمل مثلا نسبه 70% او 50% فتحات وقد كده في قد كده في قد كده. الموضوع ده هيسهل كتير. بدات من هنا ان انا اعمل كومبوننت او ديفينيشن زي ما بيقولوا، يعني يمكن كود او حاجه اجمع فيه كل الداتا دي. ممكن من خلال الكود ده ان انت تدخل كونتري، البلد اللي انت ساكن فيها، اكيد الجو في اسكندريه غير في القاهره غير في اسوان، انا بتكلم على المدن يعني في مصر. فلو انا عملت بيت في اسوان او اوضه في اسوان غير لما هعملها في اسكندريه غير لما هعملها في القاهره، وكل ده بيختلف. تاني حاجه ممكن النمبر اوف يوزرز، عدد الناس اللي هتستفيد من المكان ده. تالت حاجه ممكن اقول الفيو، اكيد ممكن الناس اللي جوه عايزه تشوف، فده بالنسبه لي انبوت تالت. ممكن مثلا اقول الواجهه بتاعتي او الواجهه بتاعت العماره او ايا كان المبنى اللي انا هعمله، ممكن يبقى مثلا بلكونات، لا شبابيك، لا انا لا مثلا عايز اعمل فتحات بشكل معين. فكل ده موجود في الكومبوننت وفي جزء كبير متروك للديزاينر. ما في الاخر انا مش هينفع اقول للديزاينر اعمل ده فخلاص يبقى كل الديزاينرز هتعمل نفس الديزاين، لا هو في جزء جايد لاين تمام زي جريد كده الديزاينر من خلالها بيقدر ان هو يبقى عارف ان المكان ده مناسب ولا لا، والباقي الديزاينر هو اللي بينفذه، بيقول هو اللي بيختار نوع الفانكشن، هو اللي بيختار الحاجات دي كلها. وكان في اكزامبل عملته عن الموضوع ده ودي كانت بعد الريندنج تمام. المهم بقى، طيب ده مثلا كمعماري شويه ممكن يلاقي ان في حل ان هو من خلال ان هو كومبيتيشنال ديزاين او كده ان هو يحسن بيها المبنى يعني. طب احنا من خلالنا المفروض نعمل ايه؟ لو انا بني ادم عادي، لو انا بني ادم عادي، لو انا مثلا صغير
قبل ما ذاكر في مكان لازم أبقى مهيئ نفسي في المكان ده، لأن المكان ده ممكن ما أعرفش إن أنا أكمل أقعد فيه، ممكن ما ذاكرش وما أكملش أو ممكن كذا. لو أنا أكبر شوية وأنا بشتري شقة، لأ ما تشتريش شقة في أي مكان، ما حبكتش أوضة النيش. يعني ممكن يبقى مثلا الشقة 140 متر من 100، بس 100 دي أنت تقدر تعيش فيها أنت وأهلك مبسوط جدا. بلاش تكسروا حيطان، يلا شيل الحيطة دي حط الحيطة دي، ده لون بني، ده لون أخضر، ده لون أحمر. أنت الألوان دي كلها بتأثر على الناس اللي جوه، أنت ممكن تأذي أهلك وأنت مش أخد بالك عشان اللون ده أنت بتحبه. الفكرة كلها إن حتى اللون نفسه كأخضر أو أحمر أو كذا في درجات، يعني في لون من الأخضر مثلا مؤذي وفي لون من الأخضر مفيد. يعني فما ينفعش إن أنت يلا أخضر أو أحمر. في ناس كتير جدا بيبقى عندها شبابيك تروح شايلة الشباك وحاطة ألوميتال. طب أصلا عشان تبقى عارف إن الألوميتال ده بيعدي كمية حرارة رهيبة، تبدأ أنت ساعتها تشتري تكييف، فتدفع فلوس في التكييف وتدفع فلوس في الألوميتال وتأذي نفسك أصلا. ده غير ان واجهه العماره نفسها تبقى رايحه في داهيه خالص، بقى الميتال على شباك على شيش على بقى بلكونه نفسها. وبعد كده نرجع نقول هي العمارات شكلها عامل كده ليه؟ العمارات كلها في الشوارع عامله كده عشان احنا عملنا كده، مش عشان هي لوحدها. يعني مهم جدا برضو ان في ناس مثلا كبيره، ساعات كتير لما كنت بتفرج على ام بي سي 2 فالاقي مثلا ست بتجري شعرها ابيض قصير وعجوزه وكلها نشاط، انا كنت هموت واعرف هو ايه اللي بيحصل. يعني لما سافرت لقيتهم موجودين بجد، دول مش جرافيكس حقيقي يعني. فاكتشفت ان هي الست دي عادي جدا طبيعيه بتقضي يومها عادي جدا، بس كل الاماكن اللي هي بتروحها صحيه، قاعده في اوضه مظبوطه، الاضاءه داخله فيها كويس، بتقرا كتاب، رايحه مطعم او رايحه مول او رايحه كذا، الاماكن كلها نظيفه مهيئه جدا ان الانسان اللي جوه يعرف يتعامل معاها ويعرف يتحرك من خلالها، يعرف ينتراكت مع الناس اللي معاه. عشان كده هي شعرها صحيح. السؤال بقى، انا السؤال ده محيرني جدا، انا وصورة في دول عشوائيات. طيب انا هسيبكم تفكروا لوحدكم. شكرا.